كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. اليوم كنديروا واحد الجيست صغير في حق رجال الامن والسلطات المحليه واعوان السلطه. غنقدموا لهم الماء والقهوه عباره عن شكر للمجهودات اللي كيديروها في اطار الحمايه سلامه المواطنين. حنا كنشكروهم جزيل الشكر وكنشكروا وزاره الداخليه وزاره الصحه والحكومه المغربيه، وكنشكر المنابر الاعلاميه كاملين اللي انخرطوا معنا في هذه الحمله. الحمد لله بفضل الله والمحسنين اللي دعمونا استطعنا أننا نوزع أزيد من 500 قفة، واليوم جات لنا الفكرة أننا غادي نوزع شوية القهوة والماء على رجال السلطة اللي موفرين لنا الحماية وصاهرين علينا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.